تخيل رجل تطلبه استخبارات الجزيرة كلها، رجل مطارد من القاضي والداني، من يأتي به حيا أو ميتا فله 100 ناقة من أطيب أموال العرب، من الذي يجازف بمرافقته؟ وماذا تعني مرافقة هذا الرجل في تلك الرحلة الصعبة؟ تعني الموت، لا معنى آخر لتلك الرحلة والمرافقة إلا الموت والهلاك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر يخبره بأن الله قد أذن بالهجرة، بكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة الصحبة، أسألك بالله، الصحبة الصحبة. أتعني إيش معنى الصحبة؟ إنها الموت والهلاك. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما غبطت الصديق على شيء كيوم الهجرة، يوم غير الله في مجرى البشرية. في الطريق الهجرة أظهر الصديق عجب العجاب، أظهر من الصدق والتفاني في خدمة الدين ما الله به عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر: تارة يسير عن يميني، وتارة عن شمالي، وتارة من أمامي، وتارة من خلفي. قلت: عجب أمرك يا أبا بكر، عجب ما تفعله يا أبا بكر، لماذا تفعل هذا تارة من هنا وتارة من هناك؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد فأخاف عليك، أتذكر الرصد فأخاف عليك، إن أنا هلك يهلك رجل واحد، وإن أنت تهلك تهلك البشرية كلها. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فاستحق معية الله تبارك وتعالى، استحق الصديق أن يكون ثاني اثنين. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ثم المواقف تبين أن الصديق صادق في قوله وفي فعله. في الرخاء: الكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للنفقة، فقال أبو بكر: والله لا أتصدقن اليوم صدقة ما تصدقها الصديق. منافسة على الطاعات ومسابقة إلى مرضات رب الأرض والسماوات، لا كما هو الواقع اليوم، سباق على الدنيا وعلى حطامها. انقلبت الموازين، بدل أن نسابق إلى مرضات الله بدأنا نسابق على حطام الدنيا الفانئة. يقول عمر: والله لا أسبقن الصديق اليوم. فأتى بنصف ماله. تدري إيش يعني نصف المال؟ أن تخرج نصف الرصيد الذي تملكه وتنفقه بنفس طيبة راضية في سبيل الله. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت مثله، أنفقت النصف وأبقيت النصف الآخر لأهلي. ثم ظل عمر يترقب قدوم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وضع ماله كله في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ماله كله في حضن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: قلت: تبا لك يا عمر، مثلك ينافس الصديق، ما غيرته الخلافة، ما غيرته الإمارة، بل زادته تواضعا، بل زادته تواضعا وبذلا للناس رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر: كنت أراه يصلي الفجر ثم ينطلق من مصلاه مسرعا، فقلت: إلى أين يذهب الصديق في مثل هذه الساعة؟ فتتبعته فوجدته يدخل في بيت من بيوت المسلمين، يمكث فيه حينا من الزمن ثم يخرج. قلت: سأرى ماذا يفعل الصديق في ذلك البيت. يقول عمر: فلما خرج الصديق دخلت البيت فإذا فيه امرأة عمياء معها صبية صغار. قلت: من أنت أمة الله؟ قالت: عمياء حسيرة كثيرة. قلت: ومن هذا الرجل الذي يدخل عليكم؟ قالت: ما نعرفه. ما تدري أن هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدري أن هذا هو أمير المؤمنين وقائدهم رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر: وماذا يصنع عندكم؟
قالت يحلب شاتنا ويكنس دارنا ويطعم صغارنا ثم يمضي في سبيله. هذا من؟ هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما غيرته الخلافة والإمارة على أمة محمد، ما غيرته الخلافة ولا الإمارة على أمة محمد رضي الله عنه وأرضاه. قلت يعني عمر لأسبقن الصديق غدا. ثم يقول عمر جئتها مبكرا قبل أن يأتيها الصديق لذلك اليوم، فقالت لي لقد سبقك صاحبك، جاءها أبو بكر في ذلك اليوم على غير الوقت المعتاد الذي كان يأتيهم فيه. قلت يعني عمر تبا لك يا عمر، مثلك ينافس الصديق؟ سخروا أنفسهم وسخروا أموالهم وسخروا أوقاتهم كلها لمرضاة الله تبارك وتعالى، فقال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المواقف هي التي تبين حقيقة الرجال. أعظم مصيبة مرت على الأمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ابتليت الأمة ببلاء وما أصيبت بمصيبة أعظم من فقد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ترك رجال يعرفون قيمة المسؤولية، يعرفون أنهم مسؤولون عن هذا الدين وأنهم سيبذلون كل غالي وكل نفيس من أجل نصرة هذا الدين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت علامات النفاق وبدأت المصائب والآلام تهاجم المدينة الصغيرة من كل الجهات. ارتدت الجزيرة ولم يبقى عن الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف، وبدأت الروم والفرس تتربص بالمسلمين الدوائر، فقيض الله للمرتدين أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. شاور القوم ماذا تقولون في الأوضاع، وشبه حال الأمة أمس كما هو حالها اليوم في أمس الحاجة إلى من ينصر دينها ويصون أعراضها ويحقن دماءها ويحفظ مقدساتها في كل مكان. أين لنا بمثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال أبو بكر لمن معه ما رأيكم؟ شاورهم في المرتدين، قالوا هناك جيش صغير أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب الروم بقيادة أسامة ابن زيد الشاب الصغير ابن 17. اسمع يا ابن 17، قواد الجيوش أبناء 17 و18، فماذا يقدم لنا أبناء 17 و18 اليوم؟ معاذ سفير إلى اليمن وهو ابن 18 سنة، فماذا يقدم لنا الشباب اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بارك لذلك الجيش ودعا له بالخروج، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش، وارتد من ارتد، وجمع أبو بكر المهاجرين والأنصار يستشيرهم في الأمر، فقال عمر نصبر على المرتدين ما داموا يقيموا الصلاة حتى تنجلي الأمور، حتى تذهب الأحزان وتخف الآلام. ثم شاور عثمان وعلي فقالوا بمثل مقولة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما الصديق الملهم من ربه فكان له رأي آخر، قال أما جيش أسامة فيمضي في طريقه، من يكون ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يكون ابن قحافة حتى يخالف أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والبقية الباقية من الرجال تجتمع في المسجد استعدادا للخروج لمقاتلة المرتدين. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وقال مقولته التي لا زال التاريخ يشهد لها: أينقص الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ فانظر في ديننا في بيوتنا.